السودانية رسمت ملامح النضال السوداني في ثورة ديسمبر المجيدة. أكيد مترحم على شهداء وطننا ومنتمنى عاجل الشفاء للجرحى وكمان عودة بإذنه تعالى للمفقودين. الصورة دي تكونت من خلال الهواتف في زمن كان الإعلام غائب تماما عن كل الأدوار الفعلية الوطنية الممكن تحرك الحراك الثوري حتى توصل لأهدافه المنشودة، ألا وهي تغيير النظام ومن ثم نظام جديد ديمقراطية فيه إتاحة الحرية كمان، إنه الشعب ده يعيش في أمن واستقرار. فكان الهاتف الجوال الذكي هو بنقل كل الحراك الثوري للمحيط الداخلي وكمان للعالم الخارجي. لذلك نظرة الثورة أو صورة الثورة عند المجتمع الخارجي اللي أشادوا بها كثير جدا من ضمنهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اللي كانت في مشاكل كبيرة جدا في فرنسا حيال الثورة الفرنسية الأخيرة، أشاد لأنه الناس التزم بالسلمية. السلمية دي عايزين نحكيها اليوم من خلال صباح الشروق من خلال صحافة الموبايل. سعداء يكون معنا الدكتور داود عبد العزيز محمد داود أمين الفرعيات الدولية بالرابطة الدولية لصحافة الموبايل. أهلا وسهلا، صباح الخير. مرحبا بكم، سعيد شديد بوجودي معكم. نعم، اهلا بك استاذ داود. والثوره السودانيه زي ما ذكر حمزه هي ناصعه البياض غاليه الثمن ونبيله الاهداف عزيزه على كل قلوب السودانيين. نعم. واكيد زي ما ذكر هي انعكست على الاعلام الاوروبي. احنا حابين نشوف يعني الثوره السودانيه في عيون الاعلام الاوروبي، خاصه وانك انت من المرابطين، كنت في ميدان الاحتصام ومن الحاضرين لسقوط النظام، وكنت من اوائل الناس الموجوده يعني في اهداف الثوره النبيله. عايزين نعرف معك ونرجع بالذكريات شويه لمشاهد ومواقف. تفضل. في البدايه بترحم على شهدائنا وبل لانه ربنا يشفي الجرحى وما زالوا جرحى ويجمع المفقودين ان شاء الله باذن الله. انا قبل ما اجاوب على السؤال برجع شويه لتكوين الرابطه اللي هي احنا من خلال نصل الاعلام الاوروبي. وتجمعنا احنا كنا في مجموعات بيقول عليهم نشطاء ما اعلاميين، هم نشطاء في السوشيال ميديا في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ديل الاشياء والصور والفيديوهات ووصلوها لاوروبا يعني. ولولا كده ما كان في زول في اوروبا عرف انه في ثوره في السودان يعني. فالناس اتبهرت في اوروبا بالشيء الحاصل، وبيصل من تلفونات وما بيصل من اذاعه ولا تلفزيون يعني. نعم. فكان بتسال انه البلد دي وين، الناس دي منو، والحراك العجيب بشنو يعني. كان في تساؤلات كثير. انا كنت متواصل لانه عندي علاقه مع الاعلاميين الاوروبيين يعني، فعرفوا انه ده السودان، واصلا عارفين انه داود ده سوداني، فكان بيرسلوا لي من هناك ورينا الحاصل ووصلنا بالناس دي، ومنبهرين يعني في فرنسا، في بريطانيا، في السويد، في النرويج، في الدنمارك، في اسبانيا. فكميه اعلاميين، كميه هائله يعني، ومنصات تواصل كانوا بيحاولوا انه يعني يلقوا معلومه عن الشيء الحاصل في مريخ، وهل ده حقيقة ولا في اللي حصل. فدي اللي كان بداية انه الاوروبيين بدوا حسوا انه في حاجة ما طبيعية، دي ثورة ما بتشبه الثورات حاصلة في بلد افريقي وبمنهج عالي الجودة يعني، والناس بتموت ولسه قاعدة. فدي كانت البداية انه الاوروبيين دايرين ينهلوا من المعلومات انه الثورة دي شنو وديل منو ديل وكده يعني. فابتدت من هناك انه هم الناس يحاولوا يعرفوا بالضبط الحاصل شنو في السودان يعني. ف هو انا برجع للقياده العامه، الناس دي كانت مجموعه بتاعت نشطاء يعني بتاع المنصات اللي هي الفيسبوك والتويتر، والتقينا كلنا كمجموعه ما كنا بنعرف بعض، لكن جمعتنا التلفونات دي يعني، بنلتقي بالتلفونات وبنرسل لبعضنا وبنرسل لاوروبا وبنرسل للعالم العربي وافريقيا. فدي كانت البدايات يعني. طيب استاذ داود، يعني احنا عارفين انه الثوره دي غير انه اطاحت بنظام بعد لثلاثه عقود هي وحدت السودانيين يعني. الهم كان واحد والقضيه كانت واحده والاستمرار في تنفيذ الاهداف كانت واحده من قبل الشعب السوداني. لكن لو تكلمنا في بدايات الحراك، الى اي مدى ممكن تكون شكلت الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الصوره الحقيقيه للثوره السودانيه، خاصه رغم التضييق اللي كان حاصل؟ هو طبعا زي ما انت اسلفت انه الهواتف هي اللي كانت ناقله الحراك ده للعالم يعني، والناس كان بيشوف، حتى اقرب الناس
في البلاد العربية والأفريقية الخليج مثلا ما كان في أي معلومة عن الحاصل في الشارع السوداني من التلفزيون والإذاعة يعني. صحيح. بغض النظر عن من هي الإذاعة ومن من هو التلفزيون. لكن في جهة تانية في المنصات كان في أشياء غريبة يعني. والأشياء غريبة دي هناك للتلفونات يعني. فالناس بدأت تنسى التلفزيون وشغالة بس مع المنصات مع الإعلامية. أيوة شغالة بالتلفون وشغالة مع الفيس مع التويتر مع ال 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 السناب مع مع ال تتلقى آخر الأخبار. أي فال البداية حقيقية النغل الحقيقية من حاجة اسمها منبر المغردين السودانيين. هم دي الأول ناس وأنا بحيي هنا. بحيي من هنا الأستاذة رانيا محمود الدكتور أمين مكي الدكتور أمين مكي والأستاذ عثمان أبو صالح وعمرو كمال ديل أول ناس عملوا حاجة اسمها مدن السودان تنتفض اللي هو الوسمة اللي كان على المنصة. أيوة ده الهاشتاج طلع من السودان بعد ذاك طلعت على تويتر. أيوة ديل الحركة اللي الهاشتاج والهاشتاج ده بيقى عالمي يعني وصل أيوة بيقى 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 يعني أي زول يعرف إنه من السودان تنطفت وتسقط وفي حاجة حاصلة في خرطوم في حاجة حاصلة في عدبرة في حاجة حاصلة شعبية في أيوة فدي كانت المنصة الرقمية التويتر المغردين السودانيين هم اللي حركوا حتى بعد ذاك جينا نحن أنا تابع للمغردين السودانيين لكن الشغل بتاع صحافة الموبايل ده كوناه بعد اسمها شنو منصة المغردين السودانيين بعد منصة المغردين اتكونت الرابطة بتاع صحافة الموبايل لكن كان هم اليوم البدايات سبق يعني نقدر نقول جميل. طيب نحن نعرف برضو كيف كان تقييم الجهات الإعلامية الأوروبية تحديدا للثورة السودانية خاصة انت كنت لها يعني من 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 التغريدات انتقلتوا لصحافه الموبايل وكونتوا أيوة. رابطه وبعدها يمكن يعني ذاع صيتنا في كل مكان بالزبط. التقييم كان كيف بالنسبه للواجهات الاعلاميه الاوروبيه؟ هو كان في انبهار اكثر من تقييم يعني درجه الانبهار انه نازل يعني ما كانوا متخيلين انه في دوله احنا نسمى العالم الثالث لسه نعم. العالم ما معرف اصلا في دوله اسمها ايوه فما كانوا متخيلين انه توجد دولة في افريقيا ممكن تقوم باحراج بهذه السلمية وبهذا المنهج يعني اصغر دولة لها 30 سنة يعني نعم فده كان انبهار وما زالوا الناس المنبهرين يعني احنا يعني بنتواصل معهم هم شايفين انه السوداني والسودانية هو الكنداكة الناس عرفت من هي الكنداكة يعني نعم. في فرنسا اللقب والاسم أيوة. المعروف يعني من قديم الزمان بيعرفوا في امريكا من هي الكنداكة في امريكا في الحراك بتاع السود وقتل جورج فلويد صحيح نعم في حاجات سودانية بتدعم الله يعني عرفوا من هي الكنداكة من هو السائر السوداني يعني ده كان انبهار خلى الناس تحاول تتواصل عفوا وتعرف من هو السائر السوداني وحاولوا يتبعوا حركة الثوار وكانوا بيعملوا في شنو وبطريقة سلمية كويس انه يوصلوا صوتهم وبطريقة سلمية الناس دي تموت سلميا وتطلع الحكام وتجي دولة جديدة دي ما حصلت في العالم يمكن الا مرة في تاريخ العالم يعني صحيح ايوه ثورة سلمية تقضي على الحكم الدكتاتوري ل 30 عام يعني صحيح أستاذ داود يعني إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد يستجيب الغدر استجاب الغدر لكن بتكتل الشعب السوداني أنت جيت قطعت غربتك من الخارج عشان تشارك في الثورة السودانية يكون عندك دور كمان تكون حلقة وصل ما بيننا نحن وما بين العالم الخارجي فنشوف نظرتك أنت زاوية شوفك اللي بترسلها للعالم الخارجي من خلال أرض الاحتصام اللي بيكون فيه يعني واحة أو في باحات الاحتصام من الشرق والغرب والجنوب والشمال والوسط أتلموا لقضية معينة فهذه السلمية كيف أنت عكسها للعالم الخارجي رغم كان إحنا في تضييق حاصل علينا في قتل في تخويف في تخوين كبير جدا كان في الشارع السودان أنا طبعا اعتقلت مرتين يعني ولحسن الحظ يعني هو طلعت يعني لكن كونك توصل رسالة ورسالة صادقة كويس ويكون وراك في زول شايل لي وطبنجة واحد شايل لي كلاشينكوف وزول عملية هي ما سهلة لكن كونك انك انت ذاتك تنبذ الخوف وتكون جاهز انك تضحي من يعني في ناس
في ناس فقدت ارواحها يعني وهي راقده، وفي ناس صاحيه، وفي ناس جدعت في البحر. فنحن كان في اشياء كثيره جدا جدا بتخليني يعني دي حاجه، ما دي رساله بتاعت وطن، دي رساله بتاعت شعب انت تواجهها وتوصلها لناس هم محتاجين يعرفوا الحاصل شنو. ولو ما انت عملتها هو في زول ثاني بيميل، لكن انت متواجد في 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 قلب الحدث، فعليك بانك تتناسب على ده انك اي شيء ممكن يخوف يحصل أو يعني تتوقع يعني اي حاجه كويس. فما كنا بنشوف حوالينا انه في طبنجه ولا في جنجاويد ورا ولا في، كنا بنحاول بنوصل الرساله كما هي. يعني في ناس بيهتفوا، ناس بيهتفوا، في ناس طالعين فوق في مملكه هاي على الجسر بنصور في الناس دي. انا واحد من الناس كنت بغايد هتافات يعني، وكنت بصنع هتافاتي براي يعني. كان في الهتاف بتاع بالصوت والصوره اعلامنا طلع مع صوره دي معلش يعني حقائق تقال، حقائق تقال. كان في تضييق، احنا أيوة انه كان في تضييق يعني ما بيد الاعلام، وانما كان النظام البائد ما زال مسيطر على الاعلام يعني. كنت بقود مجموعات، وكان عندي انا سميتها اوركسترا على الجسر تحت المملكه، مملكه الجسر. فكنت بقود هتافات وهم كانوا بيشتغلوا معي. أيوة من الاسماء المعروفه يعني. ايوه ف بالصوت والصوره اعلامنا طلع مع صوره. في وحده ثانيه كنت بقول ما تشرب بالكوز، معلش الكوز بيعمل سرطان يعني، وكانت حاجات عجيبه. نعم يعني لكن كنت صامدين. اي لكن صامدين، وبنترجمها بالاسباني، بنترجمها بالانجليزي، بنترجمها باللغات المتداوله عشان ما تصل، وبنرسلها للناس في جميل. امريكا جميل. طيب الصمود، الصمود في الثوره السودانيه، الصمود امام الرادعين للثوره السودانيه. أيوة. عدم الخوف والشجاعه اللي تملكت كل قلوب الشعب السوداني كانت موجوده وحاضره، لكن كان في صمود من نوع اخر امام انقطاع الانترنت. كيف اتعاملتوا انتم كرابطه لصحافه الموبايل في الفتره اللي كان فيها انقطاع الانترنت؟ كيف كنتوا بتقدروا تنقلوا الفيديوهات والصور الحديثه الحيه للثوره السودانيه للخارج؟ يلا ما كان في كواسر الفي بي ان، فدي دي 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 خدمتنا شديده. هاي دي كان بتكسر لنا الروابط بتاعت او بالدارجه التهكير. كان في تهكير بنشتغل به، وفي ناس طبعا متمكنين في القصه بتاعت انه يكسروا الروابط اللي عاملينها يعني. فالفي بي ان ساعدتنا. غير كده كنا بنستعمل واي فاي. لما الواي فاي ما في واي فاي، ما في، ما كان في بعض المناطق كان متوفر في فنادق، في ناس يعني لجأت للفنادق. أيوة. ايوه نحن ما ما ما, ما لجأنا للفنادق لانه ما كنا دارين نترك المنطقه بتاعتنا. ايوه الاحتصام. فكنا عندنا ناس بيرسلوا لنا سيم كارت مثلا من بريطانيا، سيم كارت مثلا هاي من 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 دبي، سيم كارت من السويد، بنفعل السيم كارت عشان تقدر وهاي بيشتغل معانا. جميل. فبالطريقه دي قدرنا نتواصل لغايه ما فتح الانترنت. فدي دي كان طريقه هم ما كانوا عارفين يعني، وفي ناس كانوا عارفين الفي بي ان وما قدروا يتعاملوا معاه. الحكومه ما قدرت تتعامل مع الكاسر صحيح، وبرضه ما قدروا يتعاملوا انه ما ده سيم كارت من لندن، انت حد انت حد حد هاي حتكسره كيف يعني. صحيح. فدي كان واحده من ال طيب استاذ داوود، يعني عايزين نتعرف على الرابطة الدولية لصحافة الموبايل. دي هنا في السودان، لكن هي أكيد بيكون عندها أيوة. مكاتب تانية في روح في دول العالم المختلفة. أيوة. كيف أول حين نتعرف عليه على الفروع دي، وإنتوا كيف بتقيموا شراكاتكم معهم يعني في توصيل الهدف والرسالة؟ والله قبل الفروع أنا أعرف تعريف خفيف كده عن الرابطة. هي زي ما قلت لك بدايته نحن تقابلنا كان في الحراك الإعلامي، وتكونت رسميا في 2020 في 1/1/2020 سجلناه في مجلس الفنون والثقافه اللي هو تابع لوزاره الثقافه والاعلام بطريقه رسميه يعني، بقت تحت اجنده وزاره الثقافه والاعلام. بدينا دي البدايه الرسميه على الورق يعني. وبدينا نعمل دورات تدريبيه في انا من هنا بشكر هاي صحافه الموبايل، في صحافه الموبايل نعرف الناس ما هي صحافه الموبايل، وفي ناس عارفيننا وحاول نوريهم انه نحن منو بنعمل في شنو. الشغل ده كان في العماره الكويتيه، وما زال في العماره الكويتيه في البرج الثاني الطابق الثامن مركز بيرفكت الاعلام، ده مركزنا هناك يعني. فبشكر الاستاذه مايده محمد ادريس، هي اللي ساعدتنا في انه تدينا المركز ده نقدر نقدم منه حاجاتنا. تكويننا كان هناك، وبدينا نعمل دورات محليه، عملنا زي 3 دورات محليه، وبدينا نمشي
الاغاليم ولاياتنا، نمشي الولايات نقدم. عملنا حاجه في الرصيرس في الدمازين وجينا القضارف، دورات كانت جميله جدا جدا. وهو خشت الكورونا اللعينه دي ربنا يعني، لكن الهدف الرئيسي من يعني حتى الدورات اللي بتقام في ولايات السودان هي بتكون تمهيد، لان هم يعرفوا صحافه الموبايل وينشروها في محيطهم الداخلي. انتم أيوة. فقط بتملكوهم العناصر الرئيسيه بتاع صحافه الموبايل وهم بيقوموا بالمهمه بعد ذلك. ايوه بنوريهم انه ما في تطبيقات، يعني هو التليفون ده حاجه يعني غيمه، هو كنز التليفون كنز، يعني في ناس شايلينه بس هو يعني صور اي مكالمه يعني. انسخ لصق رسل في حاجات، يعني هو فعلا كنز من الابلكيشنز او التطبيقات يعني، وخاصه في الحته بتاعت الاعلام والصوره والصوت والمونتاج. فبنحاول نوري الناس انه كيف تطلع محتوى اعلامي جيد. انت ما اعلامي ولا دارس اعلام ولا عندك علاقه بالاعلام، لكن بتحب الاعلام وبتحب وطنك وعايز تغير حاجه، وغيرت اصلا انت غيرت النظام الحاصل بتلفونك. فنحن نقوم ندخلك في حتة منهجية إنك توصل رسالة مكتملة المحتوى لبريطانيا لأستراليا دول العالم لكل العالم يفهمها، وتكون هي جيدة في الصوت في الصورة في المونتاج في التكست بتاعها في فده ده هدفنا. وعندنا أهداف كثيرة، يعني مثلا منا ربط المنصات السودانية بالمنصات فرعيات في بريطانيا، عندنا فرعية في إسبانيا، فرعية في سويسرا، في رومانيا، في السويد، في النرويج، في كوبنهاجن، في أمستردام، وفي جنوب أفريقيا، في أثيوبيا. فالفرعيات دي عندنا ناس هناك، أنا من هنا بشكر بعض الأسماء لأنه كثير زادة. في بريطانيا عندنا الأستاذ هشام هلالي والأستاذ عاصم أبو، في السويد عندنا لارسن، في كوبنهاجن عندنا هايدي هانسن، وديل ما 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 سودانيين وانما بريطانيين وسويديين، لكن شنو نتواصل معاهم باللغه الانجليزيه. وهنا مربط الفرس، اللغه الانجليزيه هنا مهمه جدا، احنا بنحاول برضه ندي كورسات في المصطلحات الانجليزيه اللي بتتعامل مع السوشيال ميديا والصحافه الاعلاميه والاعلاميه. أيوة. نعم بتكون مهمه يعني. ايوه فعايزين نربط المنصات السودانية بالمنصات العالمية. نعم. والمنصات العالمية كثيرة، آلاف المنصات العالمية ابتدت من بدري، يعني ابتدت من 2004، لكن الهم انك تكون موجود يعني مؤثر. ايوه نحن نتواصل مع الناس، يعني مثلا هي كثيرة ممكن نذكر منها جزء، يعني يعني في مثلا منصة الجروب اورجنايزيشن اند كوميونيكيشن، يعني دي هنا جروب بتاع تواصل، هاي ده مهم جدا، يعني انت بتلقى فيه الاف الناشطين، اذا انت بتحتاج حاجه اعلاميه بتلقاها هنا في الجروب هاي. على الفيس ولا على اي منصه؟ منصه هي منصه موجوده على الفيس، وفي عندهم 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 منصه في الواتس في الواتس. نعم. يعني بتلقى عندهم نفس يعني. ففي حاجه اسمها النرويجن سوشيتي، دي منصة نرويجية اجتماعية برضو، فيها أطباء وفيها صياطلة، فيها إعلاميين، فيها ميكانيكية، فيها مدرسين مجالات المهنية أي حاجة يعني. فنحن مشكلتنا يعني مثلا ما عارفين المنصات دي في السكول كوليدج، دي أي حاجة أنت عايز تدرس عايز تمشي كلية بتلقى زول يساعدك، أنت ما قادر تصل من خلال المنصة، عايز تلتحق بكلية في السويد في النرويج، الناس دي بيدلوك تصل كيف لغايه ما تصل الجامعه وينتظروك في المطار. دي الناس ما عارفين، احنا كنا مهمشين من الحاجه الاعلاميه، لكن يمكن يعني ظهرنا للعيان، قدرنا وصلنا بصوره بتعاونكم انتم الكبير بفكرتكم. أيوة. فكره يعني تدفع بالسودان لقدام بصوره. أيوة. كبيره جدا. لكن السؤال استاذ داود انه يعني انا كيف اقدم وجهه الاخر للدول المختلفة من خلال صحافة الموبايل؟ الناس كثير بتكون ساهمت في الثورة السودانية بالتقاط بعض الصور وغيرها، لكن أنا كيف كفرد سوداني، خاصة نحن في ظل ثورة إلكترونية كبيرة جدا. أيوة. والعالم أصبح قرية صغيرة، أنا كيف أقدر أعكس وجه السودان الآخر من خلال صحافة الموبايل؟ ده اللي نحن شغالين فيه، واللي هو أنت كناشط أو طالب إعلام مثلا في كلية الإعلام أو كإعلامي، في اشياء كثيره جدا انت المفروض تطورها في نفسك، يعني ما هو الاعلام ده بحر يعني. صحيح. وماشي متطور يعني، وصحافه الموبايل هي وصلت على سنه توري الناس انت عايز تعمل محتوى اعمل محتوى. احنا
جاذب. قاعدين في حاجه اسمها الفضاء الاعلامي. كويس، دي قنوات فضائيه، السودانيه فضائيه، الشروق فضائيه، النيل الازرق. فنحن قاعدين في الفضاء مع كميه بتاعت قنوات فضائيه. عشان انا اوصل لك معلومه عن السودان، المفروض اتكلم معك بلغه تفهمها وتفهميها انت وانا افهمها. نحن ما قاعدين نخاطب الاعلام بلغه بيفهمها، نحن ما زلنا شغالين في حاجاتنا نحن لوكال محل، ورسالتنا ما قاعدين مع جيران، ما زي الناس جيران. نحن جيران فوق في الساتلايت، في 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 القمر الصناعي ده، لكن ما بنتكلم مع بعض، هم بيتكلموا لغه ونحن بنتكلم لغه. فنحن نركز في لغه الفضاء على اساس نقدر نوصل لهم معلومه، نركز في لغه الفضاء والمحتوى الاعلامي، صوره كويسه، صوت كويس، محتوى كامل نترجمه، نقوله بلغتهم او نترجمه لهم على الشريط. جميل. ونوصله لسويسرا ونوصله لبريطانيا وننقل معلومه للفضاء العالمي عشان يعرفوا. زي ما انا برجع ل دكتور الأصم، بذكر في غاعة الصداقة في التوقيع على الوثيقة الدستورية قال كلمة جميلة جدا، قال نحن مغيبين عن، كنا مغيبين 30 سنة، مغيبين 30 سنة عن عن العالم، ما صحيا ولا سياسيا ولا علميا، إعلاميا أهم حاجة الإعلام، ما كنا بنقدر نقول أي حاجة للعالم، لأن أصلا الإعلامي موجه، الإعلام كان موجه. أنت تكلم عن الدولة، تكلم عن الرئيس، تكلم عن الحاصل، وما تدي معلومة صحيحة. جميل. فدي غيبتنا عن العالم، عايزين نمشي للعالم نقدم تراثنا، ثقافتنا، علومنا، فلكلورنا، موسيقانا، أدبنا، والهوية السودانية بلغة بيفهم العالم. طيب يعني، أنت ذكرت جانب مهم وعجبتني قصة أنه إحنا جيران أصلا في الفضاء بالنسبة للعالم. وكمان الإعلام التقليدي والإعلام الحديث والإعلام الجديد، منصات التواصل الاجتماعي، حتى الإعلام التقليدي اللي هو المقروء والمسموع والمرئي بقى يعتمد أساسا في ترويج تفاصيله وسياساته من خلال الإعلام الجديد. في أي مدى ممكن برضو يشكل الإعلام الجديد صورة جاذبة إنه الشخص ده في يده تلفون معناته هو إعلام في حد ذاته؟ كيف ممكن إحنا بمحتوى بسيط جاذب في إبهار بصري نقدر نوصل به الصورة الحقيقية تكون بجودة أنقى، وده من خلال التدريب اللي ذكرته؟ أيوة. لكن كيف برضو ممكن يساعدنا في رسم صورة طيبة عن السودان؟ ما أنت 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 في حاجة اسمها إنه تجذب المتلقي، أنت رأي الإعلامي، تجذب المتلقي بمادة هو ما بيلقاها مثلا أو ما شايفها أو ما بتشبه حاجتك، تكون مختلفة. كويس. ففي الإعلام كل ما الحياة كانت مختلفة كل ما الناس قعدت معاك شافتها، لكن لما أنت تشبه ناس النيل الأزرق وناس يشبهوا الغد. أنا ذكرتها معلش آسف، حتى على منصات التواصل الاجتماعي أنا أقصد الجودة الحقيقية والتصوير بزوايا مختلفة، وممكن برضو يعني الصورة تكون مكتملة الزوايا يعني. أيوه ده ما يلا، ما في برامج هنا بنتعاملها على سنه للصورة الجيدة وللصوت الجيد. يعني في كمية بتاعت أبلكيشنز أو تيكات دي عندنا بنحاول للمدربين يعني نوصل للمدربين انه كيف يستعمل التطبيق ده على سنه. هو طبعا ممكن يكون قريب زي الكاميرا، لما تكون في كاميرا تليفون، يعني انت عندك هنا كاميرتين اوكرين، هناك ما في، انت هناك عندك تليفون، لكن برضه بالتليفون ده انت عندك تطبيق بيديك ماده جيده جدا، انت بتخيلها مصوره بكاميرا. كويس. فنحن بنوصل الناس للتطبيقات دي اللي هم ما عارفينها، ويقدروا من خلاله يقدموا محتوى جيد يصل للزول اللي قاعد في حته اوروبيه شغال بتقنيه جميله جدا، بيتخيل انه برضه نفس التقنيه هو شغال بها هناك، شغال بها هنا في السودان وكده. احنا بقينا قريبين من بعض في التقنيه البصريه والسمعيه يعني. جميل. يعني نقدر نقول انه هو سهل وبسيط، وفي نفس الوقت برضه خلينا نتكلم عن سهوله ويسر يعني صحافه الموبايل في الانتاج، لانه الانسان بعد ما يصور وبعد ما ينقل الحدث بيكون في انتاج. نتكلم شويه عن السهوله واليسر في صحافه الموبايل تحديدا في عمليه الانتاج. المونتاج المونتاج يلا ما في 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 برامج زي ما انا ذكرتها، هاي برامج هي بتلقي فيها كل المحتوى اللي انت محتاجه له، وبتلقي فيها الصوت، في برامج صوت براء، في برامج صوت وصوره، في برامج صوره براء، في برامج تكست. فدي في تركيب، هاي في تركيب وفي تقطيع وتلصيق وبتاع. فدي احنا نحاول ندرسها للمدربين عشان انه يعرف كيف يطلع المحتوى الجيد، اذا كان من برنامج
فردي او برنامج جوزي او برنامج جامع كل التطبيقات. هي ما صعبه، هي ما صعبه، بس دايره تركيز ودايره برضو حته بتاعت انه يكون عندك شويه لغه انجليزيه تقدر تتعامل مع المصطلحات، لانه في العربي ما هي كلها غير في اللغه الانجليزيه. صح. فعشان كده ركزنا احنا برضو قلنا المدربين يحاولوا يدخلوا شويه اللغه الانجليزيه، لان اللغه الانجليزيه زي تهمشت في العهد اللي في السودان قلنا تهمش. ايوه، فحتى في الجامعه انا نعم. لغوا اللغه الانجليزيه، احنا ظلمنا يعني تماما. أيوة. لكن ان شاء الله يكون السودان جديد فيه اللغات الممكن هي من خلالها نقدر نعكس. أيوة. الجوانب الايجابيه للسودان الجميل وكذا ان شاء الله لكل الناس، لانه خاصه هي بقت اللغه الانجليزيه مثل اللغه العربيه اللغه الام يعني بالضبط تعتبر. فنتمنى ذلك يعني والله. هي شوفي بدون مقاطعه يعني اللغه الانجليزيه ظلمنا صراحه والله، لكن ما يعني ان شاء الله في زمن الناس يعني عندكم زمن. فأنا بتمنى أنا من هنا يعني بدعو كل النشطاء الإعلام يعني الطلبة الإعلاميين الجدد يعني ناس السوشيال ميديا وناس الملتي ميديا اللي عنده رغبة في إنه يتعلم كيف يعمل محتوى جيد يوصله للعالم يتواصل معنا في 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 صحافة الموبايل، لأنه دي اللي بعد السودان. نحن محتاجين نواكب، وعشان نواكب محتاجين نتعلم، وعشان نتعلم محتاجين نصل الناس دارين يقدموا حاجة، ونحن والله جاهزين يعني لأي زول. عايزين نلف السودان كله. جميل. ونوصل المعلومة دي أي مدن السودان. جميل. وإن شاء الله بإذن الله يحصل يعني. إن شاء الله أستاذ داود، يعني إحنا قبل ما نجي للمشاريع بتاعتكم في صحافة الموبايل ومدى انتشاره والمتوقع من خلاله، أنتوا كنتوا في يعني في أيام الثورة بتنقلوا الحراك للعالم الخارجي ومدى التأثير الكبير حتى سقوط النظام، والمسيرة استمرت حتى توقيع الوثيقة الاتفاق الأول السياسي ومن ثم الوثيقة الدستورية. أيوة. فهل دوركم فقط خلال الحراك الثوري وقف عند التوقيع السياسي والدستوري، وأنتوا بتأملوا لسه في توصيل أهداف الثورة حتى تحقق مطالب المحتصمين حتى شهدان اللي هم ما ماتوا أكيد عايشين معنا لكن حقوقهم نحن لسه ما عارفين منو اللي خطط منو نفذ أو كذا، فدوركم شنو في المرحلة دي بالتحديد؟ والله ما وقفنا نحن يعني هي الأدوار كثيرة والأهداف كثيرة، والزمن يعني الزمن نسي ما مزعفنا، لأنه إحنا واقفين بالكورونا وما قادرين لنا 3 شهور وما عارفين نعمل شنو، لكن شغالين يعني. عندنا المارشال ناجي فاروق عمل حاجة جميلة جدا في فترة الوقفة بتاعت قدم فيديوهات تنويرية عن التعامل مع الجائحة بتاعت الكورونا دي وكيف الوغاية منها يعني، يمكن فاقت 50 فيديو يعني. احنا كمان بنحييه انا بحييه من يعني. هنا بدعم من وكالة السودان للأنباء. فده شغل يعني ما شغل سهل يعني، ويتوزع لكل السودان. بخصوص الثوره الثوره نحن ما يعني هي ما انتهت الثوره ما زالت مستمره، ونحن ما زلنا شغالين بنحاول نصل الوزارات، بنحاول نصل رئاسه الوزراء، بنحاول نصل اهل الشهداء وامهات الشهداء. النازل كلنا عندنا معاهم شغل، وعشان لجان المقاومة عندنا معاهم شغل. نحن ما الحراك ما وقف، نحن وقفتنا الكورونا بس انه ما قادرين نتحرك. بس معلش اضافة انا اسف للمقاطعة استاذ داود، لكن عموما منصات التواصل الاجتماعي صحافة الموبايل بتعتمد على شخص هو جالس في مكانه ممكن يوصل الرسالة. أيوة. انا اقصد في حكاية التحقيق في جرائم الاعتصام وانتم كنتوا في. أيوة. الثورة او كده في صور في فيديوهات كان في موجودة ممكن تشكل برضه شهادة ادلاء بالنسبة للجهات العدلية موجودة، ووصلناها نحن وصلناها للجهات المختصة يعني. عندنا كمية بتاع فيديوهات وصلت، احنا ذاتنا بنسأل يعني بنوصل الحاجات دي ولسه ما في اجراء تم. ففي حتات كده احنا ما قادرين نتخطاها يعني، زيك انت في حته كده تكون ما عارفها، انا ذاتي بكون ما عارفها ليه. انا جبت لك انت قاعد في مكتب النائب العام وانا رسلت لك الفيديو ولسه ما في حاجه ما يعني واقفه ليه، انا والله ما قادر اعرفها. وانا من هنا بوجه سؤال، انه فيديوهاتنا رسلناها دي للنائب العام ولدار القضاء، الحاصل فيها شنو يا جماعه؟ فده انا يعني ده تساؤل بوجهه من هنا ممكن ده تساؤل يعني كل شعب بيسال. فنحن انت في حته كده بتجيف ما بتقدر تمشي. حتى لو كنت قاعد في صحافه الموبايل وشغال بالموبايل، لكن برضه بتواجهك حاجات. نحن ما محتاجين نمشي ديوان النائب العام، لكن رسلنا الحاجات دي كويس، ورسلنا للجنه التمكين، وعندنا تواصل مع ناس تفكيك التمكين مع عثمان ابو صالح مع وجي صالح، مع عندنا معهم تواصل. ودم الشهداء احنا ده الحاجه الوحيده اللي احنا ممكن ننساها، وده من اجله ولا حتتنسي ولا في السودان حينساها.
ومن اجله نحن طالعين بنقدم للثوار العمل الثوره دي وبنحاول نصلهم ونحاول نطورهم على سنه يطوروا نفسهم ويطوروا لنا السودان الجديد يعني. استاذ اكيد في عقبات وعراقيل يعني. أيوة. في صحافه الموبايل وغير العقبات والعراقيل سريعا نذكرها برضو عايزين نعرف انه كيف بيتم التحري من الفيديوهات مثلا والصور اذا في شخص حاب انه يقدم ماده عن طريق صحافه الموبايل خاصه نحن في ظل زي ما ذكرت الثوره الالكترونيه وفي كثير من الشائعات. أيوة. وكلنا يعني شاهدنا شائعات كثيره جدا. أيوة. واخبار زائفه وغيرها كيف بيتم التحري في موضوع صحافه الموبايل تحديدا من قبل الرابطه والعقبات والعراقيل ممكن شنو هي ممكن تواجهكم دي واحده من الاشياء اللي انا يعني يمكن صاغت السهوه من انه من اهداف الرابطه الدوليه صحافه الموبايل دحض الشائعات اللافه في الاسافير يعني تلقاها في الفيسبوك في التويتر في الواتساب في كلام كثير بتقاله وفي بالدارج في ردم مثلا لوزاره لاكرم التوم لرئيس الوزراء لفيصل محمد يعني في اشياء كده وكلام غير حقيقي يعني يقال يعني فاحنا عندنا منصة لدحض الشائعات في المنصة بتاعتنا بتاعت الرابطة الدولية لصحافة الموبايل على سنه في ناس بتخش على الرابطة الدولية صحافة بتلقي بعض الروابط فيها منصة دحض الشائعات بتعرف انه هالمعلومة دي هي صحيحة او غير صحيحة كويس ودي واحدة من اهدافنا انه الشائعات الكثيرة الناس تعرف بس الناس تصل الصفحة كيف وتعرف انه هل هذه هي حقيقة ام غير حقيقة. ايوه تكون مصدر كمان للثقة هي تكون. أيوة. موجودة على محركات البحث وكمان ممكن يشيلوا منها الفيديوهات عشان يوصلها بصورة سلسة. وفي فيديوهات طبعا مدبلجة دي برضو انت بتعرف اذا الفيديو مدبلج او غير مدبلج أو يعني لو دخلت على الرابط اللي هي تكتب بس الرابطة الدولية صحافة الموبايل اذا كان في تويتر او في الفيس او في الانستغرام. جميل. ايوه نحن مقدرين جدا استاذ داوود عبد العزيز محمد داوود امين الفرعيات الدوليه بالرابطه الدوليه لصحافه الموبايع كل الاضاءات دي عشان نمشي معاكم خطوه خطوه حد ما نصل للمنال ان شاء الله. كتر خيرك ان شاء الله سعيدين بكم شديد وان شاء الله يدوم التواصل ونوريكم اخر اعمالنا اللي بنعمل فيها تحركاتنا يعني. نعم باذن الله. شكرا لك. شكرا لكم.